عندما نسلط الضوء على المذاق الخاص الذي تميزت به فلسطين على مر العصور، لابد أن نسلط الضوء أيضاً على شريحة مهمة من شرائح المجتمع الفلسطيني، ألا وهم البدو، وذلك لاهتمامهم بالثروة الحيوانية التي ما زالت تقدم لنا الألبان ومشتقاتها بالإضافة إلى اللحوم. هذا كله بالإضافة إلى سحر الحياة البدوية. مشاهدينا تابعونا. بلش في نهض الفراش، بتبلش في الأعمال المنزلية المعتادة، جالي في بث للغنم، في يكون عندها ربايط، في إشي في الحوش، في إشي بتحطوا لهم، بتكنس، بتغسل، بتضبضب، يعني هذا في وقت فيش في يكون حليب، فيش يكون في إشي، يعني وقت نهار. لما يعني تقريبا الظهر بتسوي أكل للولاد، بيروحوا بتتغير عليهم، بتسوي لهم أكل، بتسوي لهم إشي، بتبلش ثاني مرة بتعجن وبتخبز لهم كمان عشاء. يعني ثاني مرة العجن والخبز بكون كل يوم؟ كل يوم مرتين. بيسووا فتة عليها رز فلفل، بيسووها قد ما مناسب. بس هذا يعني عادة في الشتاء، يعني في الشتاء أكثر إشي بيسووا على اللحم مع الدجاج، بيسووا على فتة. يعني معظم أكلاتكم بتكون باللبن؟ باللبن إيه. فتوح هي فاكهة فلسطين التي تعبر عن طعم الحياة بها، فاكهة بألوان العلم الفلسطيني، أبيض، أسود، أخضر وأحمر، ويقولون الشهد في عنب الخليل. مشاهدينا، إحنا اليوم في محافظة الخليل وتحديداً في بلدة حلحول لنتحدث عن العنب وكل ما يتعلق به من صناعات غذائية تقليدية قديمة. نشتغل في المنتجات الريفية أنا وزميلاتي أم طلعت وأم أسام، وإحنا نشتغل في المنتجات الريفية، بنصنع دبس وملبن وبنصنع مبية وزبيب. يعني كل المشتقات اللي بيتم صناعتها من العنب. التين أيضا كما فواكه أخرى له طرق وأشكال مختلفة في التقديم، سواء عن طريق تقديمه في طبق الفاكهة مع العنب أو بشكل آخر كفاكهة مجففة أو غيره كما كان يفعله الأجداد في الماضي. مادة غذائية هامة تحتوي على العديد من العناصر الغذائية، لذا لابد من تواجدها على كل موائد الطعام في العالم. ماذا عنها في فلسطين؟ لابد أن لها مذاق خاص. خلينا نشوف مع بعض. لما راح البيارات هن الحمضيات، صار النحل بيات مدلميا على العشب الجبلي أو الربيع، على صار الربيع كان الإنتاج كله. تعتبر ركن أساسي في تشكيل المائدة الفلسطينية، منتجات لطالما تفننت الجدات في صنعها لتضفي على المائدة الفلسطينية مذاق خاص في الصباح والمساء. طبعاً إحنا عندنا حظيرتين حلبات، الحظيرة الأولى والحظيرة الثانية. نعم. الحظيرة الأولى بتمتاز إنه حليبها عالي، ميلادها حديث بكون. الحظيرة الثانية طبعاً بتكون متأخرة. نعم. والحظيره الثانيه ملاحظ انه معظمها معاشير. من الحاضنه بيكون سخن، بينتقل على تبريدها، هذه حرارتها 4 سلسيوس. شوف طبعا هي، واذا ببين معك تاريخ، هي تاريخ اليوم 30 الشهر. نعم. 30 الشهر، هذا بتوزع بكره. حدثنا
حدثنا عن تجربتك في موسم قطف الزيتون. موسم قطف الزيتون ومن احسن مواسم السنه يعني بالنسبه للمزارعين، لانه الزيتون بنطي انتاج منيح، والواحد بدل ما يشتري الزيت طبعا بحط منتو من تعبه ومن حركه جبينه. طبعا بالنسبه لقطاع زيت الزيتون قطاع هام جدا في فلسطين، هو منتج وطني يعتمد عليه عشرات الالاف بل مئات الالاف من السكان الفلسطينيين، وبالتالي حاولنا اعطاءه الاهتمام الكافي للوصول الى الجوده. من 99 بشرت بزراعه النخيل، واليوم الحمد لله صار عندي مجموعة نخيل يعني كبيرة، في منها منتج وفيها غير منتج، منها تقريبا حوالي 75 دونم منتج، وعندي 116 دونم غير منتج. طبعا مصنع تمور وادي القمر هو اول المصانع اللي تم تاسيسها في أريحة والاغوار. تم تاسيس هذا المصنع عام 2009، وحقيقه هذا المصنع اجى تلبيه لحاجات المزارعين في تعبئه وتغليف وتدريج وتخزين تمورهم بشكل مبرد. المشروع بضم عنا منه النعنع، منه المرمية، الزعتر، حصى البان، كليل الجبل واليانسون. في عنا احنا جميع البهارات، التوابل السادة، يعني كل بهار لحاله بكون، وفي خلطات احنا بنعملها، خلطات للأكل، الأكلات الفلسطينية المشهورة زي المسخن، المقلوبة، القدرة، الكبسة، وبهارات كمان في مميزة احنا ابتكرناها جديد مثل البهار الفلسطيني. البهار هذا محتوي على أعشاب فلسطينية مثل المرمية والزعتر. سهلا فيكم وشكرا لكم لتطلعكم يعني تلفزيون فلسطين ببرامجكم لتوضيح الناس عن الحمضيات وانواعها في أريحة. هاي البياره بتتعدد بانواعها في الحمضيات من الليمون والابصره والبومل. هذه الشجره شجره الموز ايضا في هذه البياره، احد الفواكه المعروفه في أريحة، كانت تسمى فاكهة الفلاسفة، وذلك لأنهم كانوا يستظلون بظلها ويتذوقون من فاكهتها، وهي أيضا تستخدم في العصائر الطبيعية. إذن هيك بتم طريقة تقديم عصير الرمان. أي جلسة سمر بالعالم بشكل عام من هذه التسالي أو كما تعرف بالمكسرات. الأشياء الموجودة عندك هي اللوز، الكاجو، البزر. اللوز، الكاجو، البزر. بزر البطيخ اللي بزر البطيخ. معروف بجودته فلسطينيا. جودته فلسطينية، وهذا يشتهر يعني في الخارج. نعم. يعني بوصوا توصوا عليهم بيقولوا إنه بدنا بزر الضفة. المصنع هذا بناه رحمة والدي في سنة 36، وبلشوا على الطريقة البدائية طبعاً. نعم. وكان يشتغل بالسمسم من فلسطين، من منطقة جنين ومنطقة سهل بارج بن عامر.
بتعملي؟ بعمل خبز وكراس. أعزائي المشاهدين، برحب فيكم من جديد في برنامج مذاق فلسطيني. مثل ما شفنا مع بعض من شوي طريقة صنع خبز الطابون، واللي فيما بعد بيتم صناعة أهم أكلة شعبية من هذا الخبز، وهو المسخن الفلسطيني، وهو باعتبار أكلة شعبية فلسطينية معروفة محليا وحتى عالميا. سلم إيديك يا حجي، يعطيك ألف عافية. يميز لنا بالقدس مناخ القدس والجو القدس ومية القدس بتختلف. خلاص سبحان الله، عشان الأرض مقدسة هذا الكعك بتختلف، طعم الكعك بتختلف كتير عن الدول. المناخ بالقدس والبركة طبعا حوالين الأقصى، حوالين سور القدس، والمي تبعت القدس هو سر الكعك بالبلدة القديمة. زي ما انتم شايفين انا بشتغل هام بالفرن، بشتغل تواصل للناس، ناس بوصلون على اغراض، عشلات، ركاب، قدار. طبعا هاي الاصناف هي اللي متعارف عليها بتراثنا الفلسطيني ايضا، هي سواء كانت الاضلاع المحشيه او رقاب الخروف المحشيه او حتى القدر الخروف المحشي. هاي الاشياء اللي بيصعب احيانا على ربات البيوت عملها بالبيت لانها بحاجه الى فرن حطب. عندنا المطبخ المصنوعات هو اكيد بيعتز بالأكلات التراثية اللي بعملها، ولكن أيضا هو بيوفر للناس اللي منهكة واللي ما عندهاش أيدي مساعدة بتوفير الأكلات. صراحة هذا موضوعنا لليوم، إحنا جينا حتى نعمل للمشاهد الفلسطيني نلقي الضوء ونسلط الضوء على بعض الأكلات الشعبية التي ما زالت إنعاش الأسرة، وأكيد يعني بيوت كثيرة في فلسطين ما زالت تسلط الضوء وتهتم بهذه الأكلات الشعبية. فأنا بدون تحيز، ولكن صدقيني أزكى مسخن تكليف بإنعاش الأسرة المنسف المسخن المفتول، المنسف، ورق العنب، ورق العنب، الكبة، الصفيحة، الأقراص بجبنة، صحيح، الدجاج المحشي، القدر. القدر كتير عائلات، كتير حتى مؤسسات أحياناً في ورشات العمل، وأنا بشكرهم لأنه لما بوصوا عنا بيعبروا عن تقديرهم ودعمهم لجمعية إنعاش الأسرة اللي بتحاول تعتمد على نفسها. صحيح. أنا تخصصت في الموروث الثقافي الغذائي الفلسطيني كباحث، ومتخصص في شؤون المطبخ الفلسطيني، زي ما في شؤون سياسية في شؤون اقتصادية، فالمطبخ له شؤون ومهم جدا، ومكونات هذا المطبخ لها تدخل في حياتنا الشخصية الاجتماعية الأسرية، لأنه أي مطبخ لأي شعب لأي شريحة اجتماعية هو نتاج تراكمات اجتماعية اقتصادية سياسية جغرافية بيئية عاطفية دينية تشكل بمجموعها طبق. فإحنا بنحاول إنه يعني لما نقدم الوجبات هاي للسياح هون نقول لهم شو هي
التاريخ وراء هاي الأكلة. نعم. يعني التاريخ والجغرافيا كمان، إنه في أكلات نقول لهم هاي مثل مدينة نابلس، هاي مدينة القدس، مدينة الخليل، بنورجيهم كيف أهميتها، كيف هاي المكونات الأكلة هاي جاي من زراعة فلسطينية من منطقة الغور وغير منطقة الغور. فطبعاً نسوي يعني التناسق هذا بين التاريخ والجغرافيا بيعطي إشي مهم للسائح الجاي من برا يزور فلسطين. تميزت فلسطين بموقع استراتيجي وجغرافي تحديداً بإطلالتها على المياه من اتجاهات عديدة، أنواع كثيرة وأسماء عدة للسمك مشهورة على مستوى العالم، لكنها هنا في فلسطين لها مذاق خاص. إلي محلها نسوق السمك، طبعاً الصبحية بنيجي بدري بنصحى نشري جمبري، لوكوس، كلاماري، حباري، سردينة، سكومبلا، مرمير، دنيس، سلطة عين، صلافيح، إيش موجود بنشتري وبنعرض على البسط. زي ما تقول اليوم طلع فيه سردينة اليوم وجمبري وسلطة عين، جميع أنواع السمك يعني اليوم طلعت اليوم الحمد لله. الأسعار كويسة مش غالية، وبنستنى رحمة الله هيك إن شاء الله تنفك هالدنيا وتنحل ويصير في إقبال على السمك أكثر من هيك أكثر من الأول. مشاهدين مرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج مذاق فلسطيني. في برنامجنا اليوم مذاق فلسطيني متواجدين في مدينة نابلس العريقة والمشتهرة بالكنافة النابلسية. طبعا هيك تحلى الكنافة جاهزة للبسطة. طبعا هلا بنزينها. طبعا هون الفكرة انه نكتب اسم البرنامج مذاق فلسطيني على صدر الكنافة او طبق الكنافة، يمكن صعب شوي لكن واضحة. مذاق فلسطين أو فلسطيني في النهاية كلها فلسطين. برنامجنا بتحكي عن الصناعات الغذائية التقليدية القديمة بفلسطين وتراثنا الغذائي الفلسطيني. الشوكولاتة يمكن يعني مش من ضمن عاداتنا كفلسطينيين في الزمن القديم، لكنها متواجدة بتراث بلدان كثيرة لأن هي عليها إقبال كبير في مناسبات وطنية وغيرها.
بالنسبة للشوكولاتة، هي شوكولاتة تاريخية وتقليدية في بعض الدول الإفريقية والأوروبية. فلسطين كانت مشهورة بأشجار اللوز وهذا من تراثنا الفلسطيني. قديش أنتوا أضفتوا هاي اللوزيات بمنتجاتكم بالشوكولاتة؟ اللوز بشكل أساسي بيدخل بصناعة الشوكولاتة. يعني قيد الآن إنشاء أو إنتاج أنواع معينة من الشوكولاتة بمغلفات تعود للتراث الفلسطيني، خبرنا عن هذا الموضوع أكثر. بالنسبة لإنتاج تغليف يتم اختيار الصور الخاصة بالتراث الفلسطيني ووضعها على حبة الشوكولاتة وتغليف حبة الشوكولاتة بشكل جديد تنمو عن التراث الفلسطيني. مشاهدينا إلى هنا وينتهي برنامج مذاق فلسطيني، واخترنا لكم في آخر حلقة موضوع الشوكولاتة. بتمنى هالموضوع يكون نال إعجابكم. كنا معكم من عنبتة في محافظة طول كرم. إلى اللقاء.